السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين. هذه حلقة جديدة من برنامج بعض الطبع، فيها نقرأ أبرز ما حوت صحافة الخرطوم التي صدرت هذا الصباح. نحن نتولى مهمة اختيار المواضيع وزوايا النقاش، لكن الآراء هي لضيوفي ضمن حلقات بعض الطبع. وفي هذه الحلقة يسعدني جدا أن يكون معي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ عبد الرحمن الأمين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذة، وحييك وحيي السادة المشاهدين على امتداد مساحة البث. نعود من بعد غيبة. صحيح، أهلا وسهلا. نبدأ بالعناوين. صحيفة الانتباه فيها استشهاد مصاب بمليونية 17 من نوفمبر وارتفاع العدد إلى 44 شهيدا. وفي ذات الصحيفة يصرح رئيس مجلس السيادة بأن الأيام ستكشف من قتل المتظاهرين حسب لقاء أجراه، وأكد تشكيل لجنة للكشف عن القتلة. وأيضا في صحيفة الانتباه وفي صعيد القتل أيضا، ارتفاع عدد قتل الاشتباكات الدموية بين قبيلتين في جنوب كردفان. صحيفة السوداني فيها عودة 12 أسرة لقيادات حركة عقار من معسكرات اللجوء. وفي صحيفة السوداني أيضا، تجمع المهنيين يطالب الأمم المتحدة بمساءلة أمينها العام. صحيفة اليوم التالي فيها لجنة تحقيق شكلت للتحقيق في تأخر طباعة الكتب المدرسية. ومن الفاينانشيال تايمز، الحدث الذي يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات لهذا اليوم، مريم المهدي ضمن قائمة 25 امرأة هن الأكثر تأثيرا في العالم. صحيفة الصيحة واشنطن، استئناف الدعم عقب تشكيل الحكومة الجديدة. صحيفة الوطن، نظارات البجات تعلن عن جدول تصعيدي لحل مسار الشرق. وأيضا اليوم صقور الجديان في مواجهة مصر اليوم عند 6:00 مساء، نتمنى لهم التوفيق. صحيفة النيل الدولية، جماعة الميثاق تعترض على إلغاء حمدوك لقرارات أصدرها البرهان. وأيضا في النيل الدولية، المالية تقول أن السعر التأشيري أو تحدد السعر التأشيري للقطن بواقع 45,000 جنيه للقنطار. أخيرا سما نيوز، الصحة العالمية تكشف حقيقة الوفيات بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا. السوداني فيها واحدة من المطالب المهمة التي تقومت بها الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة في غرب السودان. وفي الجنوب أيضا، عودة أسر لقيادات حركة عقار من معسكرات اللاجئين. في تفاصيل هذا الخبر، بمنطقة الشهيد أفندي بمحلية باو كان هناك احتفالية بمناسبة عودة أسر قيادات الحركة الشعبية قيادة عقار من معسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان. وجملة من العائدين تمثل 12 أسرة يمثلون أكثر من 100 شخص، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الحركة الشعبية وأعيان المجتمع ولفيف من المواطنين تدافعوا طواعية لاستقبال الأسر العائدة. أستاذ عبد الرحمن، في هذا الخبر دائما ما نتحدث عن أبرز المشاكل التي تواجه السودان في مناطق التهميش هو وضع اللاجئين في معسكراتهم وخارج المعسكرات. الآن الحديث عن 12 أسرة تقريبا قوام عددهم 100 شخص، هل هذا العدد بالنسبة لك يمثل إشارة تبعث بالتفاؤل أم لا؟ طبعا يكاد يكون هذا الخبر هو بارقة الأمل الأولى والإشراقة الأولى منذ أن وقع اتفاق السلام في أكتوبر من العام 2020 في جوبا. الذين وقعوا اتفاق السلام سواء كان الدكتور جبريل إبراهيم العدل والمساواة أو السيد مني أركو مناوي حركة تحرير جيش السودان أو ملك عقار، منذ توقيع الاتفاق لم نسمع عنهم أنهم عادوا إلى مناطقهم، لم نسمع عنهم أنهم بحثوا مشكلات أهلهم، لم نسمع عنهم أنهم اهتموا بالنازحين وباللاجئين وبإشكالاتهم، لم نسمع حتى مني وهو حاكم لإقليم دارفور أنه ذهب إلى المعارك التي نشبت في جبل مون في قلب دارفور. كل هذه الإشكالات وحتى تكررت حوادث العنف من بعد توقيع الاتفاق،
ولم نسمع في كل مرة أن هؤلاء القادة الذين وقعوا اتفاق السلام كان هناك اهتماما قد أولوه لأهلهم صحيح. باشتعال الحرب من جديد، وأن اتفاق السلام حقيقة لم يمنع أن تندلع الحرب مرة أخرى بين أهلهم وبين جماعته. الآن هذا يمثل بارقة أمل أولى وإشراقة. هل الأمر علاقة بكون أنه السيد مالك عقار هو عضو في مجلس السيادة؟ بالتأكيد قدم تسهيلات ربما، بالتأكيد وعود أكثر جدية. أحمد العمدة الذي ذهب والي للنيل الأزرق وكان من المكتوين بنار الحرب. أنت تعلم أن أكثر ولاية الحرب أثرت فيها تأثيرا مباشرا وعنيفا جدا، وكانت جزءا من الإشكالات. طبعا النيل الأزرق منذ اندلاع الحرب مع الحركة الشعبية منذ ثمانينات القرن الماضي هم كانوا جزءا من الحرب التي اشتعلت مع جنوب السودان. وعندما وقع اتفاق السلام للأسف العام 2005 نيفاشا، جعلت جنوب كردفان والنيل الأزرق ضمن المنطقتين. صحيح. وللأسف لم يتم الفصل، ظلت هناك الفرقتين التاسعة والعاشرة تتحرك وهي على صلة وارتباط بالحركة الشعبية للنيل الأزرق. وهذا جعل الحرب ما تزال مستمرة ومشتعلة. ثم في العام 2011 عندما خرج على السلطة مرة أخرى ملك عقار، للأسف النيل الأزرق عانت معاناة مرة جراء الحرب. أنا كنت في النيل الأزرق، إبانا كانت الحرب مشتعلة، وعندما أعلن الحكم الفيدرالي والاتحادي وظلت ولايتين أصبحت ولايتين الأزرق ولاية قائمة بذاتها. الذين حكموا النيل الأزرق على عهد نظام الإنقاذ البائد حققوا مصالح لأنفسهم الذاتية ولم يحققوا مصالح لأهلهم طوال سنوات الإنقاذ. لم تشهد النيل الأزرق لا تنمية، ولم تشهد لا محوا للأمية، ولم تشهد إعمارا ولا تنمية ولا نماء ولا حتى نقلة اجتماعية ولا نقلة نوعية. ولأجل ذلك النيل الأزرق هذه أثر التهميش فيها يبدو واضحا جدا. حتى الكروم والمنطقة الأنقسن القنية بالموارد المعدنية لم نشهد أي أثر لهذا الإنتاج الكبير جدا من أمل كروم. نعم. ينقل إلى الخرطوم ويصدر إلى الخارج. نعم. ونستطيع أن نقول هذه ربما تكون بداية لتحسين الأوضاع. النيل الأزرق هذه من أكثر الولايات السودانية غنى. نعم. لعلك تذكرين محمد علي باشا عندما كانت حملته على السودان وكان يبحث عن الرجال يبحث عن الذهب. صحيح. كان الذهب إقليم بني شنغول في النيل الأزرق. نعم. من جريدة العرب اللندنية التي اهتمت أيضا بالشأن السوداني هناك مقال تحليلي وقف عند تصريحات السيد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، والذي تحدث فيه بأنه عدم الموافقة أو عدم الإيمان بضرورة الشراكة بين المدنيين والعسكر بشكلهم الحالي تسبب مخاوف كبيرة للدول التي تستضيف اللاجئين في تهديد مبطن، البعض اعتبره كذلك وآخرون اعتبروا بأنه توصيف للحال في السودان. جريدة العرب اللندنية عنونت عنوانها تحليلها بأن هناك مخاوف أوروبا من اللاجئين تعرضها لابتزاز سوداني، وأردوغان استخدمها وحقق مكاسب مادية، والسيسي لوح بها لحل مشكلة سد النهضة. ملخص هذا المقال الذي تحدثت عنه جريدة العرب اللندنية هو وقفت أولا بالتذكير عند تصريحات السيد حميتي أولا، بعد ذلك تحدثت عن الموقف الدولي تجاه قوات الدعم السريع ووصفها ميليشيا مسلحة، وربما هذا ما قلل الفرص تجاه التعامل مع هذه التصريحات، كما تعامل المجتمع مع تركيا عندما ضغطت على ألمانيا بملف اللاجئين، وكذلك مصر استخدمت هذا الملف لتحقيق مكاسب اقتصادية وأخرى دبلوماسية فيما يتعلق بسد النهضة. تتفق أم تختلف؟ الآن التصريح السيد محمد حمدان حميتي النائب رئيس مجلس السيادة لم يفهم كما أراد له أن يفهم، لأنه أتى في سياقات غير طبيعية. لو أنه أتى في سياق طبيعي كان من الممكن أن يفهم، لكنه الآن أتى وأمريكا تتحدث عن أن العقوبات يمكن أن تفرض على نظام الحكم في السودان إذا لم يتحول تحولا كاملا نحو المدنية والانتقال الديمقراطي، وكذلك التي يتحدث عن أن مساعداته رهن
أن تعود على أن يعود السودان إلى مسار الانتقال الديمقراطي. ومن ثم أتت هذه التصريحات السيد حميتي كأنما يريد أن يقول إذا أردتم أن تفرضوا علينا العقوبات فنحن بالمقابل سنفرض عليكم تدفقات اللاجئين. بهذا بهكذا فهمت. الاتحاد الأوروبي أول تعاون له كان مع الدعم السريع في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية. كان ذلك في العام 2017 وحققت نجاحا مقاطعا النظير. لكن في العام 2019 الاتحاد الأوروبي لجأ إلى وقف دعمه للدعم السريع لأجل أن يوقف الهجرة، لأن هناك اتهامات طالت الاتحاد الأوروبي، قيل أن هذا الدعم الذي يوجهه هنا ربما يستخدم استخدامات في قمع الثورة والمتظاهرين في السودان. نعم. هذه واحدة. يقولون أن الروس والخبراء الروس لهم وجودهم في السودان، ويقول الأوروبيون أن هذا المقترح وأن هذا التصريح يأتي في سياق مقترحات روسية قدمت إلى الحكومة السودانية. نعم. أن بوسعكم أن تضغطوا على الأوروبيين وعلى الأمريكان من هذا الجانب. تعلمين أن روسيا الآن تضغط على أوروبا كلها عبر بيلاروسيا وتدفقات اللاجئين وحشودهم أمام بولندا. نعم. من هذا السياق الروسي يريدون أن يقول، طبعا استخدمها من قبل مثل ما قلت أردوغان وهدد بها ألمانيا. صحيح. والسيسي كذلك استخدمها في موضوع مشروع سد النهضة. لكن السودان الآن لظروفه الهشة ولأوضاعه الاستثنائية، ظروف الهشة أم للعبارة التي وردت في التقرير بأن المجتمع الدولي لا يستطيع التعامل مع الدعم السريع لأنها دولة ولكنها ميليشيا؟ وطبعا من هذا الجانب هم ما كانوا يمكن أن يشيروا هذه الإشارة لو أنه لم تأتي هذه التصريحات. ولأجل هذا ينبغي أن يأتي التصريح معبرا عن الدولة، عن مؤسسات الدولة، لا عن طريق مؤسسات عسكرية تحت هذه. نعم. من صحيفة الوطن أيضا وضمن الأخبار التي يتابعها السودانيون بقلق شديد هو مسألة إغلاق الشرق مرة أخرى، حيث أوردت صحيفة الوطن بأن النظارات البجة تعلن عن جدول تصعيدي لحل مسار الشرق. والحاكم نيوز أيضا أوردت تصريح لبرطم عضو مجلس السيادة تحدث فيه بأن مشكلة الشرق ستحل خلال ساعات. في تفاصيل هذا الخبر، يعتزم المجلس الأعلى للنظارات البجة والعموديات المستقلة في شرق السودان عن إعلان الجدول التصعيدي من اللجنة التصعيدية للمجلس الأعلى خلال الساعات المقبلة لإغلاق الشرق مجددا، وذلك في تعميم صحفي ممهور بأمين شباب المجلس الأعلى ذكروا فيه: نحذر جماهير شعبنا البجاوي العظيم من الإشاعات التي يطلقها الانتهازيون الذين يرتزقون بقضايا شعبنا. أولا، فنيا سأقف عند بعض العبارات التي وردت في هذا البيان فيما يتعلق باستخدام مصطلح شعبنا البجاوي العظيم، وكأن هناك إشارة تفهم في السياق بأن هناك اتجاه لفصل البجا عن الشعب السوداني. وطبعا ما ينبغي، هي العبارة شعبنا البجاوي العظيم ليس مستخدم في مواجهة شعب السودان، وإنما هي مستخدمة في مواجهة إثنيات أخرى تساكنهم في شرق السودان. كأنما يريدون أن ينفوا عن الإثنيات الأخرى سودانيتها وأنها جزء من النسيج المكون لشرق السودان، وهي عبارة لا تنسجم ولا تليق بمجموعات متساكنة منذ مئات السنين. ربما الآن للأسف، يعني أمس كنت أتابع مقابلة ما بين الذين يعيدون مسار الشرق والذين يرفضون مسار الشرق. الذين يرفضون طبعا من نظرات البجة، والمؤيدون غالبهم من البني عامر. شاهدت لقة ربما لا تصلح لأن يتم التخاطب بها إعلاميا عن أننا نحن أهل السودان، أننا نحن أهل الشرق، نقول أننا نريد الموارد 100%. أما أولئك الذين انتسبوا للشرق انتسابا ولم يكونوا جزءا منه طالبوا فقط 30%، لأنهم لا تتوفر لهم الجنسية الكاملة بشرق السودان. هكذا كانوا يتحدثون. ومن ثم الآن هي شرارة. أنت تعلمين الأمر ليس بهذه السهولة وليس بهذه البساطة. عندما كان العسكريون يتحدثون ويقولون أن القضية سياسية وكان ينبغي على حمدوك وحكومتها أن يذهبوا إلى الشرق ويتحدثوا إلى هؤلاء السياسيين، الآن تولى العسكريون السلطة. نعم. ومنحهم نظرات البجة، منحتهم شهرا كاملا لم يستطيعوا خلاله
أن يفعلوا شيء بداية هذه القضية. بل ربما مجلس السيادة كون لجنة عليا برئاسة السيد محمد حمد الحميتي نائب رئيس المجلس. أمس اللجنة اجتمعت، والمطلب الأساسي والوحيد لنظارات البجع ومودياتها المستقلة إلقاء مسار الشرق أو على الأقل تجميده. وأمس كانوا يتحدثون، وهذا غير مقبول من المجموعة الأخرى التي قد تسلك بها التي وقعت، قالت أن هذا المسار لم يوقع عليه مجلس السيادة فحسب، إنما وقعت عليه القوى السياسية، وقعت عليه المجموعات الدولية، وقعت عليه الجبهة الثورية، ومن ثم ليس بس جهة واحدة أن تنقض هكذا. طيب أستاذ عبد الرحمن، المؤتمر لا سبيل لانتظاره الآن في ظل هذا التصعيد، واضح بأنه أصبحت هناك كلمة ضد كلمة من أبناء الشرق نفسهم، كيف يمكن أن تتصرف الحكومة حيال هذا الأمر؟ طبعا تعلمين أستاذ الشهداء أن الذين أشعلوا هذه الفتيلة هم الذين ذهبوا بالشرق وبمساره إلى جوبا، وذهبوا بالوسط وبمساره إلى جوبا، وذهبوا بالشمال ومساره إلى جوبا. هؤلاء لم يكونوا يحملون سلاح حينها حتى تسحب بهم إلى مفاوضات جوبا. جوبا كان مطلوب منها أن تكون معنية بالمجموعات التي كانت ترفع السلاح وتوقد نار الحرب. وتفاوضوا مع مجموعات غير مفوضة، وقعوا مع اتفاق مسار الشرق، مجموعات من إثنية واحدة، والشرق له مكونات متعددة. صحيح. الآن الحل أن يجمد مسار الشرق، وأن ينعقد مؤتمر عام للشرق بكل مكوناته. وللإنصاف مجموعات البجة ونظاراتهم يقولون أننا نريد مؤتمرا لا يستثني أحدا. لأننا لا نريد حلا ينقض غزله آخرون. وأعتقد هذا هو الحل الآن. تحدث عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، قال بأن قضية الشرق ستحل خلال ساعات، هل لديك أي معلومات عن سبب تصريحه؟ ليس بالوسع أن تحل خلال ساعات، بدليل أن أمس اللجنة العليا اجتمعت وطلبت من نظارات البجا مهلة إضافية حتى يمكنها أن تتوصل إلى حل يكون مقبولا للجميع. قبل ساعة أو أقل من ساعة نظارات البجا أمهلت لجنة السيد حميتي 15 يوما إضافية. مثل هذه التصريحات ربما تدفع بالمزيد من التعنت في الموضوع. لكن للأسف يا أخت شلة، برغم من أن نظارات البيئة الآن أمهلت حكومة السودان 15 يوما إضافية لأجل إيجاد حل، لكن الضرر قد وقع، وتسألين كيف وقع الضرر. الموردين وأصحاب الباقرات والذين يوقعون تعاقدات تحسبوا لهكذا يوم، فنفضوا أيديهم عن كل تعاقدات، لأن هناك غرامات ستوقع في حال تم إغلاق الميناء. صحيح. وتحسبوا من فترة، ومن ثم توقفت البواخر التي كان يمكن التعاقد معها، وتوقفت كل أنواع الاستيراد التي كان يمكن أن تقع في هذه الفترة. صحيح. وبالتالي شلل اقتصادي. شلل اقتصادي. صحيفة اليوم التالي فيها عنوان أوردته الفاينانشال تايمز الأمريكية، قالت مريم المهدي ضمن قائمة 25 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم. في تفاصيل هذا الخبر، صنفت صحيفة فاينانشال تايمز وزيرة الخارجية السودانية السابقة مريم الصادق المهدي ضمن قائمة 25 امرأة الأكثر أو الأشد تأثيرا في العالم. وقالت الصحيفة بحسب اليوم التالي الصادرة اليوم السبت أن مريم المهدي برزت في مجتمع يهيمن فيه الرجال على الثقافة والسياسة، وتصدرت في العام 2019 ضمن الشخصيات السياسية الرائدة، وأصبحت واحدة من النساء القلائل في الحكومة السودانية. وأضافت أن الأمر يتطلب الشجاعة والمثابرة للاستمرار، خاصة وأن نساء السودان داعمات ومقاتلات قويات للغاية من أجل الديمقراطية. سؤال بديهي الآن عند أعتقد أنه موجود عند جمهور المشاهدين، هو ما هي المعايير التي استندت عليها الفاينانشال تايمز ليكون اسم السيدة مريم الصادق المهدي ضمن هذه القائمة؟ أن الثورة ديسمبر التي اندلعت في ديسمبر من العام 2018 وحققت انتصارا على نظام الإنقاذ البائد في 11 أبريل من العام 2019، هذه لفتت نظر العالم كله للسودان، والمرأة السودانية كانت في مقدمة المواكب. قبل أن تسقط الإنقاذ كان الرئيس المخلوع البشير قد دعا رؤساء التحرير في بيت الضيافة يتحدث عن المظاهرات، قال وجهنا الأجهزة الاستخبارية وأجهزة الأمن لتحليل المظاهرات، قال وجدنا أن أكثر الفئات التي شاركت في المظاهرات كانت هم فئة الأطباء والمهندسين، كانوا في مقدمة هذه المظاهرات.
قال قمنا بتحليل إضافي وجدنا أن أكثر قطاعات المجتمع التي تقدمت المظاهرات كان هي قطاع النساء. صحيح. وقال كان على 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 الإجابة على هذا أن النساء على عهدنا شهدنا قمعا غير متوقعة، وأن النظام لا 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 النظام العام وقانونه أذل النساء إذلالا شديدا، ولأجل هذا كان النساء في مقدمة الذين تصدوا. وهذا ليس جديد على المرأة السودانية. نعم. يعني منذ الاستقلال. نعم. وحتى في الصراع أو المقاومة في سبيل الحصول على الاستقلال. نعم. هناك الكثير من النساء اللائي خلدنا أسماءهن ضمن المناضلات. إذن هذا سلوك عادي بالنسبة لتركيبة المرأة السودانية بالتأكيد، لكن السلوك الذي ترينه أنت عادي لفت النساء العالم من حولنا. كنت أسمع إذن لما مريم الصادق المهدي إحداهن كانت تتحدث في التلفزيون الإسرائيلي. نعم. قالت كنا نظن نحن في إسرائيل أننا واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، لكن الآن المثال يأتينا من السودان ومن المرأة السودانية. نعم. ضربت أروع على أمثلة في أنها تقدمت الصفوف في أن تفرض واقعا جديدا في المجتمعات. مريم الصادق المهدي هي الآن تقدمت الصف وأصبحت قائدة في حزب يصنف على أنه حزب طائفي وحزب تقليدي، ومن ثم استطاعت بمجاهداتها وبنضالاتها وبمشاركاتها وبمساهماتها أن تفرض نفسها كقائدة في هذا الحزب الذي ربما بحكم تركيبته المرأة في كيان الأنصار حتى في حصار الدولة في الخرطوم كانت المرأة الأنصارية كانت مجاهدة وأبلت بلاء حسن. مريم صادق المهدي لم تكن تقدر حتى أن تصبح سياسية. عندما تخرجت هي درست الطب قالت أنني كنت أريد أن أتفرغ للطب وأن أكون طبيبة. عندما تخرجت في العام 96 ذات العام شهد هجرة والدها في مسيرة رحلة تحت دون، وهذا غير من مسارها تماما. خرجت في زيارة إلى أسمراء وهناك دخلت في كلية وتخرجت على ضابطة برتبة رائد طبيبة وتغير مسارها السياسي تماما. للذين لا يعلمون الدور الذي لعبته مريم على عهد الإنقاذ، مريم كانت منصة إعلامية متحركة، كل الأخبار التي كانت يمكن أن تغوض النظام من الناحية الإعلامية كانت وراءها مريم. مريم كانت تطرق كل الناس بالأخبار التي يمكن أن تهز وأن تزلزل كيانها. حتى أهل الأمن دائما كانوا عندما يرون خبر يقول لك هذا بسته وأرسلته مريم الصادق المهدي. طبعا خرجت في المظاهرات، لم تكن تجلس في برج عاجي وتشارك، كسرت يدها في مظاهرات في أواخر النظام الإنقاذ البائد. والآن من بعد التغييرات الاستثنائية والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البرهان، المنصة الإعلامية المتحركة كانت هي مريم الصادق المهدي. نعم. ومريم حتى على عهد والدها، والدها كان ينظر إليها باعتبار أنها يمكن أن تمثل النموذج، وكان يقول أنها هي بنازير بوتو السودان. نعم. يمكن من هذا الجانب تم. نعم. تصنيفها مريم. نعم. على أنها من ضمن 25 مرأة الأكثر تأثير. ولو لاحظت لغتها في المنابر الإعلامية وفي الجزيرة وفي غيرها من الفضائيات جريئة عندما تتحدث عن كل الذين. نعم. حتى يعني وقعوا حمدوك والآخرين الذين خذلوها في المسيرة السياسية كانت تقول هؤلاء كانوا إخواني ورفاقي في. نعم. مسيرة النضال. موقف حزب الأمة كان من المواقف المضطربة إزاء الاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، وتجمع المهنيين أيضا كان صاحب موقف واضح ويدعو إلى خطوات تصعيدية عبر نداءات مختلفة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيفة السوداني هذه المرة تنقل حراك مختلف لتجمع المهنيين، حيث أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لمساءلة أمينها العام، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين المنظمة الدولية إلى مساءلة أنطونيو غويتريس على خلفية تصريحاته الأخيرة المطالبة بدعم اتفاق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال التجمع إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس بشأن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك ودعوته السودانيين لقبول الاتفاق وما ترتب عليه وتحذيره من عواقب مواصلة مقاومته يعتبر تجاوزا منه لإرادة الشارع السوداني الرافض للاتفاق المذكور وما سبقه. أستاذ عبد الرحمن في عجالة فقط لأن الوقت قد انتهى، أولا هل تعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تحتسب هذه المطالبة في كحراك أو كموقف رسمي يمكن أن تبني عليه خطواتها اللاحقة؟ في عجالة الحزب الشيوعي انتقد موقف
الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أنه ربما وقع أسير تقارير مضللة من السيد فولكر مبعوث الأمم المتحدة في السودان. وتجمع المهنيين قال لا يمكن للأمين العام أن يفرض وصاية على أهل السودان ويقول إما أن يقبلوا هذا الاتفاق وإما أن ينتظروا عواقب وخيمة. كذلك السفير عمر الشيخ المنسق السوداني المستقيل الذي كان ضمن بعثة اليونيتامز وجه انتقادا شديدا للهجة وقال أن هذا يخالف القواعد التي بنيت عليها الأمم المتحدة وما كان ينبغي للأمين العام أن يخوض في شأن داخلي في السودان. لكن الأمين العام قبل أن تتوسع هذه الحملة في مواجهته أضاف تصحيحا لموقفه أمس الجمعة وقال أنه ينبغي على النظام الحكمي في السودان وعلى العسكريين أن يتوقفوا عن كبح جماح حرية التعبير في السودان وأن يتوقفوا عن اعتقال السياسيين. وقال لا يمكن القول أن الذي حدث في السودان يمكن أن يحقق الانتقال الديمقراطي وأنه هذا الأمر بات مشكوكا فيه. ربما هذا محاولة لتصحيح تصريحاته السابقة. على كل حال هناك موقفين الآن في الشارع السوداني، جزء يطلب التهدئة والترقب للنظر حول ما سيقوم به السيد رئيس الوزراء وربما يكون هذا هو الحل الوحيد الكان متاح، وآخرون يدعمون التصعيد، وبالتالي ربما يكون موقف الأمين العام هو انحياز للمعسكر الثاني. لكن أقول لك شيئا واحدا، الآن الممسكون بعنة الأمر وبالذمام الحكم في السودان سواء في مجلس السيادة أو في مجلس الوزراء يظنون أنه باتفاق مع القوى السياسية يمكن أن نصل إلى نتائج، لكن الذي فات عليهم الآن أن الشارع بات متقدما على السياسيين وعلى الحاكمين. نعم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن الأمين. بارك الله فيك. وصلنا إلى الختام، هذه هي نهاية الحلقة اليوم برنامج بعد الطبع، وغدا إن شاء الله مع جديد، إلى اللقاء.